هابي هلا والله، وشونكم؟ شون صحتكم؟ فيديو جديد، وهذا ان الطيور. واليوم صعدت ما لقيت شو اسمه نثية مال التار، جبتها هي وهذا التار، هذا راح من عندي ورد نثيته ماهي، ما ادري وين راحت. ذني بغدادياس، هذا طلع ذني اللوت الثنين. وصعدت ما لقيته. يا لما اكمل القفص كلهم رايحات الطيور، ما يبقى ولا واحد، ماكو مصيبه. كل ما اروح لي يقول لي باكر، بس اليوم كان ما كان عنده خشب، فاليوم اكيد 100% باكر، قصدي يسوي الصبح قال العصر تعال اخذه، جيب لك ستوته واخذه باكر العصر، اروح اخذه لو طلعنا على السياج. حتى المهالي يظل انه طير انها مصعدة. فلا صعدهن على السياج شوية وذبلهن عني فنزلهن. تعال انت صعد، تعال نثيته اللي تو صعدت ما لقيتهن. هذا اللوت هم شوفوا جبته صاحب الطانية، فمع السياج ظل يصعد. عطوني جبت هلستة، ما هلستة هواي، هلستة شوي. شوفون هذا، خلي اذبلهن علف اعشيهن خطي، بس خلي اجيب القفص انه كل يوم يطير الصبح وعصر. جيب لهن القفص، شو اللوت هذا اني خلي اطلع ذني ياكل يتعشى. هذا مجدد هاي النثية وذاك الفحل. ايش بين هذا والشن لطشن جوا الخانات كل شيء مشي. هاي بغدادية ايش بيها هاي البغدادية؟ شوف هذا من الطيور، ما ادري ايش فيها ما جاي تاكل، شبعانة. بس راح ياكلين شربان ماي. يلا خلا ما يلعن خلي يجنين من الخانات. خطية حتى مشان ما عدهن. مشان ما عدهن. هسه يروح كل لان هاي الشردن ما كم ماح الشردن. حقهن لا برج ما عدن، شلون اظلن؟ مساحة طن علي اثنين تواي وما كضيتهن. شردن من عندي. يلا يا ولد لهنا ونوصل لنهاية الفيديو. ان شاء الله باكر انزلكم الفيديو شلون اكمل البرج، باكر انزله لكم مكمله. يلا يا ولد لهنا ونوصل لنهاية الفيديو. اللي ما حاط لايك يحط، واللي ما مشترك بالقناة يشترك، حط لايك ما راح تخسر شيء، واللي ما مشترك بالقناة يشترك و جود باي.